نرجع منعيد بفقرتنا الحوارية الأخيرة اللي حكينا فيها بأنه هي اقتصادية بتهم الأسرة السورية لمواجهة ظروف الحياة وارتفاع الأسعار. لهيك الأسرة السورية بتعتمد على الكثير من الطرق طبعا لمواجهة هذه الظروف وأيضا الحفاظ على المال والصحة. لهيك بتعتمد بأهم هذه الطرق هي تحضير المونة كل سنة. بهذه الفترة طبعا بتكثر فيها الضغوطات وبتزداد أهمية المونة وصارت هي طريقة مهمة للتوفير. لهيك طبعا بصيرنا أن نستضيف السيد نايا الحاطوم يلي هي إحدى المستفيدات من برنامج دائرة المرأة الريفية وبتصنيع أغذية بطريقة طبعا منزلية بتشبه اللي نحن تعودنا عليها بعاداتنا وتقاليدنا من الأمهات والجدات. بنقلك سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم سعد صباحك. سعد صباحك ست نادية. الله يخليكي. بداية نتعرف عليك أكثر عن تجربتك مع دائرة المرأة الريفية. أنا اللي بشتغل معي من أول تقريبا ما ابتدوا حوالي العشرة أكثر من 10 سنين يعني 11 سنة. ونحن أنا بالنسبة إلي بتشكر إلين ولمديرية الزراعة اللي أنشأوا المنشأة ودعونا كنساء نشتغل فيها ونقوي شغلنا ونستفاد منها بنفس الوقت. حلو. تمام. شو اللي دفعك أكثر أن تتخصصي بهذا المجال ست نادية خصوصي مجال حفظ الأغذية المنزلية؟ نعم يعني هي أقل ما يمكن بشتغلها بالبيت وشجعني أكثر أني بعرف أشتغلها وإلى مردود مادي كويس. حلو. ومطلوبة بنفس الوقت ومريحة. يعني اعتمدتي على خبراتك السابقة بالإضافة لدورات اتبعتيها ضمن الدائرة؟ والله بالنسبة لي أنا ما تبعت دورات، أنا عملت دورات. أها. أنا بالبيت كان إلي أمي الله يطول بعمرك وعمرها كانت تشتغل هيك شغلات علمتنا إياها وتابعنا فيها، وعند الحاجة بتعرفي الواحد وقت اللي بيحتاج بيصير يشتغل أكثر. تمام. وتوسعت فيها بعد ما انتسبت للمرأة الريفية، صار كنا نشتغل مادي أو اثنين صرنا نشتغل أكثر، يعني مبايات متعددة الأنواع. وفي إلى طريقة للشغل مثلا اكيد نحن بدنا نتعرف طبعا على طرق طبعا كل نوع من اغذيه المونه اللي نحن تعودنا عليها اكيد معك هلا نماذج، لكن خلينا بالبدايه نحكي انه عن اهميه هيدا الموضوع، كيف انعكس عليكي على حياتك وعلى اسرتك اقتصاديا واجتماعيا؟ يعني هو تمكين اقتصادي مناسب للاسره؟ والله مناسب للاسره لان انعكس علي، علمت اولادي يعني من مردوده درستين قويتين، وبعدين الناس صارت تطلبها زياده يعني تجيني توصيات. صار شغلي الحمد لله كويس وداقيته العالم وعجبه وصاروا يطلبوا مني بشكل دائم كل سنة حسب الموسم اللي جاء يطلبوا مني منه المكدوس المربايات مكابيس طبعا طلبت مني زيادة. حلو. ومردودة كويس يعني فيها فوائد كويسة. حلو. تمام. معروف الفترة الحالية هي فترة تحضير للمونة، فشو بتحضروا بهيدي الفترة؟ شو بتخبرينا عن هالفترة؟ عم نحضر المكدوس. مكدوس ايه باذنجان، يعني مكدوس الباذنجان، وعم نحضر مربى الباذنجان. قبل فترة كان في المشمش، سوينا مشمش، كان في كرز والتفاح، على مدار السنة بنسوي المربى، بنسوي كميات قليلة يعني مشان ما تطول عنا. يعني هلا فينا نعتبر شهر المكدوس هلا؟ هلا شهر المكدوس وشهر مربى الباذنجان تحديدا. تماما. هو كل شيء له علاقه بالباذنجان، يعني المكدوس سواء المربى له كله. تمام. هلا المكدوس بنعرف نحن هي طريقه كثير شائعه، يعني كثير بيعرفوا يعملوا مكدوس، يعني صارت هي طريقه كثير معروفه. طريقته لكن تماما أتفضل. ربما مربى الباذنجان هو ما كل طبعا ما كل الناس ممكن يعرف كيف يحضروه. كيف بتقدمي نصائح لتحضير مربى الباذنجان؟ انا بعد اللي بجيب الباذنجان بنشل له عروقه الراس يعني الاخضر وبنقشره، طبعا نغسله بعدين بنقشره تقشير كامل، يعني تقشير كامل. في ناس بتقول لك لا خلي بلا تقشير، ما انا ما عجبني شكله. بنقشره بشكل كامل وبنحطه بمية الكلس، بنقطفها لمية الكلس النظيفه بنحطها فيها عدان مثلا من اليوم الصبح لثاني يوم الصبح. بعدين بنكبه عنه، بنغسله زومين ثلاثه، بننظف الكلس عنه وبنسلقه. انا بحطه بطناجر ستانلس كبيره طبعا حسب كميه الباذنجان اللي عم ساويها. يعني احيانا بساوي 20 30 كيلو كل دفعه. بنحطها وبنغليه، بسلقه 3/4 السلقه، بعدين برجع بفضي المي عنه وبرجع بغسله شوي وبزينه، بحط له سكر كيلو بكيلو. حلو. وبغليه طبعا، بنحط له بكون عصر ليمون حامض مشان السكر ما يجمد، وبنعصره حتى تصير يعني هو بيقول لك انا استويت انا حاجتي غلي،
حسب السكر غلي يعني بياخذ له ساعتين ثلاثه غلي. تمام. كوننا عم نحكي نحن هلا عن الباذنجان بشكل عام، خلينا كمان نحكي شوي عن المكدوس. كل سيده بطريقتها الخاصه ممكن هي تعمل هيدي المونه، مونه المكدوس، انما الطريقه المفضله يعني اللي هي الانجح خلينا نقول لكل السيدات، شو بتخبرينا عنها؟ المكدوس بدك تعديه مثل ما بيقولوا اربع خمس مرات. اها. لانه بدك تشيل القمع الراس وبنسلقه، بس استوى بنرجع بنشيله وبنشقه للباذنجانه، بنحط له ملح. بعدين منصفه بطريقه حلوه ومنرصه، بنحط فوق منه تقل حتى تصفي المي. بكون حضرنا الحشوه، الحشوه مؤلفه من فليفله حمراء، ثوم وجوز. في ناس عم تتبع اللوز، عم تتبع العبيد، هي الانجح الجوز. وبعدين بتكون يعني الكبسه عليه بنشيلها اكيد بعد تقريبا كل النهار 10 12 ساعه مكبوس حتى تصفي ميته، لانه اذا كان في مي بتحمض بحمض المكدوس او بيهتري بينتزع. بعد ما بتصفي ميته بنشيله بحشي وبحطه بالزيت. الزيت هون خلينا نحكي عنه، في ناس بيحطوا زيت درا، ناس زيت زيتون، اي المفضل للمكدوس؟ زيت الزيتون هو افضل شيء. ممكن نخلطهم مثلا؟ في الحقيقه لازم ينخلط شوي. لانه الزيت ما تقيل الزيت يمكن. الزيت الزيتون ثقيل، بعدين بيعطي لون شوي بغمقه. فانا بحط له شويه زيت درا. تمام. وبيطلع الحمد لله كويس ومطلوب وبيضاين يعني كل الشتاء يمكن. بيشوف اخوه مثل ما بيقول المثل. يعني بيضاين كثير. طريقه حفصه ست ناديه للمكدوس يعني مطربانات بتكون خاصه بيكون مطربان. بتضيفي كمان الزيت، هل بنضيف له مواد حافظه ولا لا؟ لا انا ما بضيف له مواد حافظه، ما بده يعني الاغلبيه ما بده. بالنسبه للمكدوس بنخليه يومين ثلاثه احيانا بفور، بنقطف الزيت ووقت بدي اختمه واحفظه انا بجيب معلقه الى عود طويل وبحركه هيك شوي للباذنجان من جوا مشان الزيت اذا في محل فارغ بيعبي، وبسكر وبنطفه بشكل جيد. طبعا اهم شيء النظافه. نظافه العبوه حتى يضاين، حتى يضاين، لانه اي مي اي شيء اهترى امتزع. ونوع الباذنجان بيختلف ست ناديه؟ لا في كثير من الناس بيقولوا لك انا بدي هذا النوع، هذا النوع أنا من الباذنجان. في عندنا نوع، شو النوع الكويس للمكدوس؟ البلدي. انا بتسوي البلدي, البلدي. في ناس بتطلب الحمصة. الحمصة هيدا أكثر شيء يعني. لا أنا عندي طلب البلدي أكثر. ما بعرف أنا الحمصة الحقيقة ما نجح معي. ما زبط معي. ما زبط معي، ما عرفت أسوي لأنه ضل في مي كثير صار يحمل. تمام. بعد أول مرة أنا سويت. خبرينا كمان موجود معك هلا يمكن نوع من الأعشاب. معي في عدة أعشاب. خبرينا عنها شو هي؟ في غار. الغار. نوع من الغار، هذا بينحط مع اللحمة مع الفروج. مشان الزنخه. اها. وفي ناس عم تاخده مشان المعده. وانا بقطر منه احيانا مقطرات ببيعه. وبيروح هيك. وهذا زوفة طبعا كله من الجبل اللي بيجينا. من باقه هيك طبعا له نوافع، منافعه كثيره. كمان في نباتات عشبيه يعني. وفي معي زعرور، جاي بزعرور هذا معروف يعني. اخده من شان الضغط. في كليل الجبل هذا بيستعملوه كبهارات مثلا للاكل، في ناس بتستعمله حتى بيتاخذ مثل زهورات. انا عملت منه سنه من السنين زيت، طلبوه زيت مشان في ناس عامله عمليه القلب المفتوح او شيء، ما بعرف المنافع إلى تحديدا. بس طلبوه عملت منه زيت كمان اخذوه. موضوع تقطير الاعشاب يعني كمان ايضا بتشتغلوا فيه؟ انا بشتغل تقطير، هذا مريميه. ميرامية. تمام. ميرامية كمان مطلوبة بشكل كبير يعني للنزلات الصدرية، للسعلي، للحدف. وفي طبعا. زعتر خليلي كمان مطلوب هيك بالشتي للسعلي. نعم. نعم. يعني اغلب انواع طبعا خلينا نقول الزهورات او الاعشاب الطبيعية، وكمان زيوت مثل ما عم تذكري. في لها زيوت بس. تمام. زيوتها بدها معمل بشكل خاص يعني. بس تماما. اكيد بدها معمل، بدها يعني وحدات تصنيع خاصه لهذا الموضوع. ست نادي خلينا نحكي عن الدبسيات بشكل عام، دبس الرمان، دبس البندوره، الفليفله كمان، كيف بيتم؟ بالنسبه لدبس الفليفله بنجيب القرون بعد ما بنطفها بنشرشها، في ناس بتطلبها حده، في ناس بتطلبها حلوه.
على هوا الطلب بنساويها، إذا حلوة بنشيل شروشها بشكل نهائي. أكتر، وإذا حدي تقريبا نتركها مثل ما هي، بعد ما بنغسلها بننظفها بنطحنها بنشمسها حتى تنشف ميتها، تمام، وبعدين بدنا نجففها منيح، إذا بيبقى فيها مي كمان بتفور تخرب. بتنتزع بتحمض، ودبس البندورة نفس الشيء. لا بنشوفه كثير انه بعض منهم بيستخدموا بجففوا البندوره تجفيف البندوره نحن بالنسبه لنا للساحل بتتجفف، كون في عندنا رطوبه شوي، عندنا رطوبه هون ما كثير بتضاين، ما كثير انا ما بتزبط، ما بتزبط معنا هون، انا ما كثير بحبزة من زمان. يعني اذا بدنا نحكي كانت المونه هي من شغل البيت حصرا، سيده المنزل تحديدا. هالفتره عم تلاقي انه في صار تراجع بهيدا الموضوع، انه ما عادت ست البيت اهتمت بالمونه، عم تستسهل انه تجيب كل شيء جاهز. تستسهل لانه كلهم صاروا موظفين بشكل عام، ست البيت صارت موظفه اغلبيتي. قديما ما حدا، النساء ما كانت موظفه، بدت تمون حالها تمون بيتها باريحيه يعني على مهلها. تمام. اما هلق لا، صارت كلها بتاخدها جاهزة. بنرجع ست نادية لدائرة المرأة الريفية، شو قدمت طبعا للسيدات المستفيدات من طبعا اللي عم تقدمها؟ طبعا قدموا لنا اولا الصالة، نحن منتجنا كان ينباع بالبيت على شغلات قليلة، هلا الصالة عم ننزل عم يبيعوا لنا، عم يصير في تسويق لمنتجاتكم. أكثر. نعم. صاروا اكثر من محل عم ينزلوا لنا بصالات البلد، يعني غير صالة المرأة الريفية في صالات تانية عم تتنزل فيها. تمام. عم يكون في متابعة يعني للعمل لفحص جودة المنتج اللي عم بتقدموه؟ في متابعة. في تحاليل بشكل دائم وعمليات. وقدموا لنا قروض كمان، يعني بتريد تاخذ قرض فينا تاخذ قرض. ذكرتي موضوع انه الدورات، عم بتقدمي دورات والله انا اول ببدايه اول عملك شغلي كانوا يطلعوا لعنا على الضيعه على الوحده الارشاديه. تماما. قدمت مرتين ثلاثه واكثر تعليم التقطير. خبرتك هلا يعني عم بتقدميها عم تعلميها انا مين ما سالني بحكي بشكل كامل عن شغلي، انه هيك بيصير وهيك ما بيصير. تمام. يعني بيسالوني مثلا عنا عم بيسووا عصائر احيانا عم تنتزع، انا اللي ما عم ينتزع ليش؟ طبعا فهمتين عنا. حلو. تمام. يعني بتقدمي كثير نصائح حول طبعا هذا الموضوع. انا بنصح كل مرأة اصلا تسوي ببيتها، معلش تساوي ببيتها. بعض نصائح تماما لكل طبعا سيدة عم تساوي هلا المونة، بنعرف هلا نحن المونة والتحضير، شو بتنصحيهم ب طبعا اغلب النصائح بتحضير المونة، وعلى شو كمان لازم يعتمدوا؟ يعني مثل ما عم تحكي حضرتك ان نحن يمكن جونا جو اللاذقية رطب، يمكن نحن مثل ما بنعرف الطرق الشائعة المتعودين عليها ما في شيء جديد يعني، فقديش بتحب تضيفي يعني لتحضير المونه؟ والله يعني شو بدي اقول لك، بقدر ما بيقدروا يساووا بالبيوت يساووا، بس يتناطفوا عليها بتضاين اكثر. نظافه، كل ما كانت النظافه موجوده وكبيره بتضاين الماده اكثر. واللي ما بيعرفوا معلش يسالوا، يسالوا أكتر. واللي ما بتعرف تسال يعني ما غلط، السؤال ما عيب. وشغلك كويس ومريح، يعني وقت تشوفي انتاجك كويس والناس عم تطلبه وهيك او عم تسالك عنه بتنبسطي فيه، حتى مردوده بتنبسطي فيه. تماما. اي تماما. يعني مردوده للعيله للاولاد وقت اللي بتكون الايد مبحبحه بتفرق. اي صح. صحيح. اكيد بنتمنى لكم كل التوفيق يعني بعملك اكيد، وخبرتك يعني مثل ما ذكرتي لازم تنقل لكل السيدات لحتى يقدروا هن فعلا يعملوا المونه وتكون ضاين، وتكون فعلا هي طيبه وظريفه ومن شغل البيت اكيد تبقى افضل ومفيده اكثر. كثير بدي اشكر وجودك معنا اليوم السيده ناديه الحاطوم، حضرتك مستفيده من برامج تصنيع التغذيه للمراه الريفيه. يسعد صباحك ونورتينا اليوم. شكرا لك، يسعد صباحك والله يعطيك العافيه. شكرا كثير لك، اهلا وسهلا فيك، الله يعافيك.